جوز مراتكا والمنتخب الالماني يحاول ايجاد الحل. تلعب كره عرضيه من مولر، طبعا هي تسديد الهدف للصالح المنتخب الالماني. كره يصوبها توني كروس القادم من ملعب سانتياغو برنابيو، اغانه السوبر جي جي وتقدم الالماني. كره سددت كما ينبغي، هي تسديده المانيه بوفون امام الاعاده. مول العرضيه، الكره تبعت ولكن متابعه في محلها من توني كروس اللي تابع الكره المرتده، يضعها باقتدار. لاعب وسط منتخب الالمان، المنتخب الالماني يتقدم على نظير الايطالي 1-0. اسبقيه للناصر، ينطلق الان مسعود اوزيل، اوزيل الماغو الاوسيت، وراد مولر، مولر الخطير، مولر العرضيه خطيره راسيه، الهدف الثاني براسيه كاميز، بالفعل السوبر كاميز، تمريره ولا اروع من مولر جاتسي، اخاره الدفاع الايطالي. هنا الاعاده، الرفع من جانب مولر وراسية تغالب بوفون. المنتخب الالماني في اخر لحظات الشوط الاول يدعم التفوق براسية مخادعة للحارس بوفون، راسية تفاجئ السوبر، والسوبر هو المنتخب الالماني في هذا ليجنر. وايضا لا ننسى كوبكا اوليفر كان وحاليا ناير، نقلات سريعة والثالث يا المانيا. دراكسلر، دراكسلر يبرر، الهدف الثالث للمنتخب الالماني. المنتخب الالماني يتلاعب بالدفاع الايطالي، ايطاليا تدفع ثمن التقدم بالكره بكل سهوله، يخترق الدفاع الايطالي. لمسه من كوتسي، ينطلق دراكسلر، العب على المضمون، لمسه كافيه من هكتور، الهدف الثالث في شباك الطليان امام الاعاده. الاعاده الهدف الثالث، والمنتخب الالماني يضرب الدفاع الايطالي. يذكرنا بضربات الالمان القاسيه امام البرازيل في نصف نهائي مونديال. هذه رباعيه في شباك بوفون، اوزيل، 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 والرابع، الرابع للمنتخب الالماني. النتيجه 4-0، نتيجه قاسيه يا ايطاليا. اوزيل يفاجئ بوفون، كره عكس اتجاه السوق. 4-0، نتيجه لم تكن في الحسبان اطلاقا. كره لصالح المنتخب الايطالي عند الشعراوي، والهدف، الهدف عن طريق ستيفان شعراوي. شعراوي يسجل هدف شرفي في مرمى الالمان. لكن قبل 10 سنوات ايطاليا حققت الفوز على حساب المانيا، والان الفوز الماني وهدف شرفي ايطالي.